أول حاجة يا أحباء وإحنا بنستقبل عام جديد، إنك أنت لما بتقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، يعني يا رب أنا أرد لك الرعاية دهيت بالشكر والرضا والحمد، وكل اللي بتعمله في حياتنا حلو. وزي ما الآية اللي سمعناها برضو في التأملات، إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، كله خير. عشان كده بنبتدي اليوم ونقول صباح الخير، اليوم كله خير، صانع الخيرات. الحاجة التانية، لما تقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، يبقى انت بتقول له يا رب انا متأسف لو كنت غلطت في حقك، انا متأسف يا رب. في واحد ما يقدرش يقول انا متأسف، ذاته عالية، ده انت مش قادر تقولها، مش قادر تقولها لزميلك اللي جنبك ولا لزوجتك ولا لجوزك ولا لابنك ولا لبنتك ولا للكبير ولا الصغير. هتعرف تقولها لربنا اذا كان اللي قدامي وشايفه بعينيا مش قادر اقولها له؟ يبقى انت ايه، بتضحك على ربنا؟ هل بتقدر تقف تقول أنا يا رب الرب يرعاني، أنت بترعاني، فأنا لو كنت غلطت أو وقعت أو كسلت أو عملت حاجة زعلتك، يا رب أنا متأسف، أنا عايز أتوب، أنا عايز أخلي قلبي حلو، يعني أنت ترعاني وأنا أغلط في حقك؟ تمشي إزاي دي؟ الواحد يبقى ماشي إزاي؟ طب بتقدر ترفع وشك ازاي؟ طب ازاي تعيش حياة حقيقية ومن جواك مش نظيف؟ انت بتقول الرب يرعاني ولا انت بتقولها كلمة وخلاص؟ ولا دي بتاعت داود ومش بتاعتك؟ ده داود قالها عشان يعلمنا ويقولها فينا الكبير والصغير. فلما اقول له الرب يرعاني، يعني بقول له يا رب انا متأسف لو كنت جرحت مشاعرك، لو كنت زعلتك يا رب، لو كنت كده قصرت في حقك، من غير ما ادخل في تفاصيل، لو كنت يا رب مشيت كده في سكة ضلمة، لو كنت يا رب ليا حاجة وحشة في حياتي، انت بترعاني، كتر خيرك، واخد بالك مني واعطيني فرصة، وبنشكرك يا رب لأنك أتيت بنا إلى هذه الساعة. ففي نفس الساعة دي في ناس كملوا حياتهم وراحوا عند ربنا، مش كده؟ يبقى أول حاجة الرب يرعاني تقدم مشاعر الشكر والرضا. نمرة اتنين، لما تقول الرب يرعاني تقدم مشاعر التأسف والتوبة والبحث عن نقاوة حياة الإنسان. نمرة تلاتة، لما تقول له الرب يرعاني هتروح بقى متأسف في الكلمة اللي هقولها، تروح تتدلع على ربنا شوي، تقول له رب أنا هوعدك بس أنا نفسي في كذا، أو أنا عايز كذا، أو أنا نفسي إنك ترتب لي كذا. أطلب زي ما أنت عايز، أطلب وحط طلبتك قدام الله وعمق طلبتك. عمقها يعني إيه؟ كررها وقولها بلجاجة وتمسك بيها علشان الله يعطيها لك في الوقت المناسب إذا كانت تناسبك، إذا كانت تناسبك. فأقول له يا رب أنا هجتهد في الحكاية الفلانية، بس نفسي يا رب تحقق لي الأمنية دي. طب وفرض ربنا ما حققهاش، يبقى عمل لخيرك. فالله عندما يعطيك أو لا يعطيك إنما يفعل هذا لخيرك، هو شايف مصلحتك، هو أدرى، هو أحسن.